هذا هو المبدأ ديالنا. وعن طريق الرياضة اللي جمعتنا مع جيفرسون اللي قال واحد الكلمة جميلة للإنسان تستوعبها راه هي صعيب، كيقول لك بما أنك كنولي أسرة واحدة، كنولي دولة واحدة، كنولي فريق واحد، راه عندها معنى. ما كاينش يوجد فرق، ما كاينش يوجد أسر، ما كاينش يوجد دول، كاين فريق واحد، كاين أسرة واحدة، كاين دولة واحدة اللي جمعتنا، واللي جمعتنا هي الرياضة وعن طريق الرياضة. هذا هو المبدأ ديالنا. وعن طريق الرياضة اللي جمعتنا مع جيفرسون اللي قال واحد الكلمة جميلة للإنسان تستوعبها راه هي صعيب، كيقول لك بما أنك كنولي أسرة واحدة، كنولي دولة واحدة، كنولي فريق واحد، راه عندها معنى. ما كاينش يوجد فرق، ما كاينش يوجد أسر، ما كاينش يوجد دول، كاين فريق واحد، كاين أسرة واحدة، كاين دولة واحدة اللي جمعتنا، واللي جمعتنا هي الرياضة وعن طريق الرياضة. هذه عملية حسابية، حنا كنعملوا عمل خيري باش نجمعوا واحد المبلغ لمركز الوفاق ديال الأطفال الإعاقة الذهنية. لا مشينا باش نحطوا واحد المبلغ باش يجيبوا لاعب دولي اللي يجمع تجسمه ديالو، إذا ما بقاش عندنا عمل خيري. إذا هنا كنبعدوا من المبدأ الخيري ديالنا. حنا هذا هو الهدف. أما اللائحة ديال اللاعبين أخي، اللائحة اللاعبين كانت معروفة وكانت بابليشار لكل شيء. الافتخار اللي خصنا نفتخروا به سي نعمان هو وجود أسود الأطلس اللي أبهجت وأرقصت ورنت جميع المدن المغربية في نهائيات كأس إفريقيا الأمم بتونس. هذا فخر وافتخار لكل عرائشي لوجود هنايا، وجود هاد الوجوه ديال الاسود الاطلس. الاخوان ديال البرازيل هادي جاو باش كيساندوا، حتى هما جاو باش كيساندوا الاخوان ديالهم والاصدقاء ديالهم اللي لعبوا معاهم في اوروبا. على هادي عمليه حسابيه، حنا كنعملوا عمل خيري باش نجمعوا واحد المبلغ لمركز الوفاق ديال الاطفال الاعاقه الذهنيه. لا مشينا باش نحطوا واحد المبلغ باش يجيبوا لاعب دولي اللي يجمع تجسمه ديالو، اذا ما بقاش عندنا عمل خيري. اذا هنا كنبعدوا من المبدا الخيري ديالنا. حنا هذا هو الهدف. اما اللائحه ديال اللاعبين اخي، اللائحه ديال اللاعبين كانت معروفه وكانت بابليشار لكل شيء. الافتخار اللي خصنا نفتخروا به سي نعمان هو وجود اسود الاطلس اللي ابهجت وارقصت ورنت جميع المدن المغربية في نهائيات كأس إفريقيا الأمم بتونس. هذا فخر وافتخار لكل عرائشي لوجود هنايا، وجود هاد الوجوه ديال الأسود الأطلس. الإخوان ديال البرازيل هادي جاو باش كيساندوا، حتى هما جاو باش كيساندوا الإخوان ديالهم والأصدقاء ديالهم اللي لعبوا معاهم في أوروبا على هاد لا ريونيون اللي ما تجمعوش من 2004. ديك لوموا ديال جوفي وحنا خدامين مع السي عبد السلام مع منير عاقلين الريسك اسسمنت ديال الملعب. عبدو ربي عندي خبره، كان صغار على تسيير الجماهير لندن ستاديوم ديال لندن اللي هي ويست هام يونايتد. ذير از بلان، ذير از واحد الدوسي تكنيك اللي عملناه انا وسي عبد السلام. There is a risk assessment that we've put in place, that we measured every single inch in the stadium, that everyone is safe in to watch a game in a nice and possible manner. So 5,000 people, you know, is the number. We're not going to reach 5,000. We've got a contingency in place and we've done everything that we can to make this place safe and happy for everyone and happy for the nation.